إلى ملخص هذا الصباح يوم الثنايا لأصحاب سمو الشيوخ. الشوط الأول الشاهينية من هجن الرئاسة وصاحبة التوقيت الأفضل بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، حيث حققت هذا التوقيت الزمني من مسافة 5 كيلومترات من خلال تنافس 13 شوطا. استطاع المجازف أن يحافظ بالتوقيت الزمني الأفضل مع الشوط الأول تهانينا والناموس ب7:49، جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ينطلق ثاني الأشواط فتأتي الشاهينية من هجن الرئاسة ليؤكد المستحيل التواجد مع سن الكبار بكل قوة ونشاط وحيوية. تهانينا أيضا لراشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم الشاهينية من مؤسسة هجن الرئاسة لتؤكد أيضا الفوز بأول أشواط الثنايا المهجنات الأصايل، حيث قطعت مسافة السباق في 7:57 ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما ثالث الأشواط يعود المجازف مرة أخرى ليقدم شاهين من هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يحقق الفوز والانتصار في أول أشواط الجعدان المحليات الأصائل الثنايا، ومع بداية الموسم ب8:03 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لبن زيتون على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الرابع ويعتبر أول أشواط الجعدان أيضا الثنايا المهجنات الأصائل يؤكد المستحيل هذا التواجد الكبير ويؤكد تواجد شاهين من البداية، من انطلق وحافظ على هذا الفوز والانتصار ب8:02 من الثانية. تهانينا والناموس للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على فوز شاهين وتسجيل النقطة الثانية في بداية الجولة الأولى. بينما شوطنا الخامس كانت الشاهينية والعودة مع شعار هجن الرئاسة كما عودنا دائما وابدا بالفوز والانتصارات، ليأتي المجازف أيضا مقدما للشاهينية بانطلاقة رائعة وجميلة ومحققا النقطة الثالثة في هذا الصباح الجميل. تهانينا أيضا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري 8:02 من الثانية. تهانينا لمؤسسة العملاقة على هذا الفوز والانتصار. سادس الأشواط انطلقت فيها هملولة لتؤكد بأن شعار هجن الرئاسة متواجدا أيضا ب6 نقاط متتالية، ليتواجد هنا أيضا علي بن إميل اللهيبي ظاهر المضامرين من قاد هملولة بخطة أيضا جميلة ورائعة إلى خط النهاية. أيضا يأتي الظافر مقدما لهملولة ب7 دقائق هنا توقيت الزمني و53 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. انطلق شوطنا السابع والخاص أيضا بالجعدان الثنايا المحليات الأصائل ليكون ثاني أشواط الجعدان المحليات، فكان الزعيم مع الموعد، الزعيم بشعار أيضا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ليؤكد محفوظ بقميص لينيبي الزعيم العيناوي هذا التواجد مع هذا الشعار الكبير أيضا ليكون الفوز عيناويا بالفعل ب8:07 و8 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثامن والخاص بالجعدان المهجنات الأصائل عاد مرة أخرى المستحيل ليؤكد هذا التواجد الكبير وإضافة نقطة ثالثة مع المستحيل ومع شاهين باندفاع رائع وجميل، فيؤكد هنا الانطلاق القوي والتحدي المثير مع شاهين حيث حقق 8:02 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للمستحيل ويعتبر الشوط الأفضل في الجعدان. بينما شوطنا التاسع وبداية الجولة الثالثة يعود المستحيل مرة أخرى فيحافظ أيضا على 3 نقاط ذهبية من خلال 3 جولات، فيؤكد هذا التواجد الكبير من خلال تواجد الشاهينية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري ب7:59 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لبن زيتون ويضيف النقطة الرابعة في هذا الصباح. بينما شوطنا العاشر يعود مرة أخرى بن زيتون ليضيف نقطة أخرى من نقاط هذا الصباح الجميل والتحدي المثير، فيأتي بالنقطة الخامسة هنا مع شوط الأبكار الثنايا المهجنات الأصائل. انطلقت الشاهينية وشوق والعشوش فكانت المنافسة مع الشاهينية في الرمق الأخير بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ب7:57 وفان وتماما وكمالا. بينما شوطنا الحادي عشر يعود مرة أخرى المضمر المستحيل ليؤكد تواجده في
بين الكبار بأربع نقاط ذهبية. تهانينا على الفوز مع شاهين لهجن الرياسة بقيادة أبو النشمي، تهانينا لأبو ذياب على هذا الفوز والانتصار، ومشكور يا أبو أحمد على فوز شاهين راشد بن محمد بالسم المنصوري بثمان دقائق أربع ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا من الأعماق. بينما شوطنا الثاني عشر انطلق في عشاق وتواجد الشعار الملكي، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ليتواجد البطين سالم بن حمد البطين المري عاشق العمالي وشعارها، يؤكد هذا التواجد مع عشاق بفوز ثمين لأيضا هنا شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ليكون هنا أيضا فوزه بثمان دقائق ثلاث ثواني سبع أجزاء من الثانية. بينما شوط الختام كما بدأ بن زيتون مع شعار هجن الرياسة، اختتم أيضا عوض بن مبارك مع شعار هجن الرياسة ليقدم العين. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وتهانينا العوض بن مبارك بسعيد المهيري على هذا الفوز والانتصار، ليكون واحد من الأسماء المتوجة في هذا اليوم بثمان دقائق ثانية واحدة وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع على هذا الفوز والانتصار. هكذا كانت منافسات ثنايا أصحاب سمو الشيوخ في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر أكتوبر لعام 2016 الميلاد. انطلاقات جميلة ورائعة كما شاهدنا المنافسة من خلال 13 شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصائل. شكرا أيضا لكل الزملاء الذين رافقوني في الوصف والتعليق، شكرا أيضا للمخرج أسامة الهواري، شكرا لكل الزملاء، وشكرا للزميل يوسف بقاسم البوشي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى في يوم الغد والصباح الغد بإذن الله تعالى مع انطلاقة الحول والزمول والخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ.